أكيد متابعينا بصباحنا وصلنا إلى فقرتنا التالية، حيث تلعب المشاعر دورا مهما في حياتنا وفي التأثير على قراراتنا واختياراتنا في الحياة. فقد نشعر أحيانا بأنه مشاعرنا عم تسيطر على طريقة عيشنا، على طريقة حياتنا، على طريقة التعامل مع الناس. رح نحكي أكثر عن الأمور وطرق يمكن تكون إيجابية وفعالة وآمنة بالمجتمع لحتى نتعامل فيها مع الناس، لحتى نكون أكثر توازن بعلاقاتنا، مع مدربة التنمية الذاتية حلا الشيخ. صباح الخير حلا، كيفك؟ الحمد لله، يسعد صباحك. لما نقول المشاعر، ضبط المشاعر، قديش فعليا نحن يمكن بساعة واحدة بنمر بعدد من المشاعر المختلفة ردود أفعالنا أساسا بتكون حسب المشاعر اللي نشعر فيها، وقديش فينا نضبطها. قبل ما نحكي قديش مهم اليوم نعرف كيف ننظم مشاعرنا، نضبطها، ردة أفعالنا. نحن أساسا شعب عاطفي، يعني بالمجمل حساسين زيادة، عاطفيين، نتأثر. إذا ما نعرف المشاعر السليمة، يعني اللي هي ما لها علاقة بعدم الوعي، يعني لما أنا أقول في عندي مشاعر فرح، في عندي مشاعر حزن، كيف بتكون سليمة ما فيها أوفر، يعني ضابطها بطريقة صحيحة قبل ما أفوت أنه كيف فيني أضبطها أنا. يعني ردات فيني أقول ردة فعلي هي صح تجاه هاي المشاعر. هلا اكيد المشاعر مثل ما ذكرتي حضرتك تلعب دور كثير مهم بحياتنا. صحيح. يعني هي جزء من احداثنا اليوميه، يعني خلال اليوم نحن عم نتعرض لكثير احداث ومصيرات خارجيه. صحيح. هي المشاعر، هي الاحداث عم تصير عندنا مشاعر مختلفه ومختلطه، يعني عم تلعب بحالتنا المزاجيه، عم تلعب بقدرتنا على الانتاج، فعاليتنا بالتزاماتنا، مسؤولياتنا بالحياه. يعني الواحد مثلا بفيق الصبح متضايق ومزعوج، تاخر على دوامه، بلش يشعر بمشاعر استياء وانزعاج، تعرض لحدث ثاني مثلا سكبت القهوه عليه، رجع كمان زاد مشاعر انه غضب وانزعاج، تاخر على دوامه، فهو عم يمر بحلقه كامله وسلسله من المشاعر. اذا ما كان واعي وقدر يفصل بين الحدث والشعور اللي هو تعرض له، كان واعي بانه ينظمه، فرح يوقع بسلسله متتاليه من الاحداث اللي رح تصير تستفز المشاعر عنده، سواء كانت غضب رح تزيد مشاعر الغضب، كانت انزعاج رح تزيد الاحداث رح تشعره بالانزعاج. فهذا بيعتمد على كل شخص، يعني كيف بقى قدرته بانه يضبط مشاعره ويعرف يحددها ويحسرها، يعني انه يكسر السلسله يعني. نعم حلا، يعني دائما بنقول خلص انا بدي بعد عن العالم، بدي اعيش بسلام، خلص ما عاد اعطي العالم اكثر من حجمه، ما عاد اعطي مشاعر ووقت وجهد الى ناس يمكن اذا ما حكيتها ما بتحكيني. فمنلاقي اليوم شوي العلاقات الاجتماعيه صارت بعيده، ما عاد نقدر نعبر فيس تو فيس، صرنا نعبر على الواتساب، على الانستغرام اكثر، كان بالكومنتس او كان بالتواصل مع الاشخاص الاخرين. لغة التواصل هل صار في إلى نفور يعني بنسبة كبيرة بالمجتمع بين الناس بين الرفقات؟ لغة التواصل مثل ما قلتي أنت اقتصرت اليوم على وسائل التكنولوجيا والوسائل السوشيال ميديا، يعني أنا بشوفك ما بقول لك يعني حبيبتي مثلا، بس إنه ممكن على الواتساب ضل أقول لك حبيبتي على حسب اللي هو يعني ترجع لكل شخص، بس أهم شيء نحن ما عندنا القدرة إنه كيف نتعامل مع مشاعرنا. يعني هدول الأشخاص مثلا فاقدين الوعي بمشاعرهم، عندهم انفصال كثير بعيد، يعني نحن كمان التربية والبيئة هم تلعب دور كتير كبير، هي أدت لانفصالنا عن مشاعرنا، إنه عيب تبكي ما بصير تعبر. صحيح. إذا أنا عبرت عن مشاعري معناته أنا إنسان ضعيف، إذا عبرت عن مشاعري ما رح يحترموني. هي المصطلحات كلها اللي نحن بنرددها أدت نحن ننفصل عن مشاعرنا، فما حد عندنا القدرة على الاتصال معه والتعامل معه وضبطه وتنظيمه. فيعني القدرة على تنظيم المشاعر هي تلعب دور كتير مهم، إني أنا أعرف يعني أفصل مثلا شو المصير اللي صار، شو الشعور اللي أنا عم أشعر فيه، اتقبل هذا الشعور. اليوم كمان في ناس بتلجأ إلى حالة إنه بتكبت مشاعرها، والكبت هو ما بيأدي إنه هي المشاعر تروح، لا، هي المشاعر لا تموت، هي تدفن تدفن تدفن، بدك هيك اقل فرصه لحتى تظهر وتعبر عن حالها. فقديش بنشوف اشخاص اليوم انه من كلمه عمل رد فعل كثير عنفواني وعنيف. صحيح. قلنا انه ما كانت مستاهله، انه ليش تتعصب، هي التراكمات، هي التراكمات على شعره، هي المكان وحده خليت انه هو يعمل ثوره من مشاعر. يعني هي ضمن الاخطاء الشائعه اللي نحن فينا نصنفها اذا بدنا نحكي عنها، انه ما بنقدر فعليا نتعامل مع مشاعرنا وعاطفنا بشكل واعي او متوازن نفسيا. يعني التربيه، البيئه، شو الاخطاء اللي في
ممكن نحكي عنها لانه تمام. اساسا نحن مثقلين بعشر سنوات من الحرب فاساسا تماما. يعني عواطفنا منهكه صح يعني فينا نقول تجمدت صح تماما. هلا اول خطا هو قلت لك انه المعتقدات اللي عندنا انه انا اذا بينت مشاعري وعبرت عنها معناتها انا انسان ضعيف. فلازم هون اول خطوه لحتى اتعامل مع مشاعري اني انا اعترف. يعني انا ممكن مر اليوم بحزن يعني بحدث فقدان شخص عزيز علي فانا رح اشعر بالحزن. في ناس بتقول لا انا ما بصير احزان ما بصير ابكي انا الحياه مستمره. لازم لا انت بدك تعيش مشاعرك وبدك تبكي وبدك تحزن وبدك تسمح لهي المشاعر انها تطلع. لانه قلت لك هو كبت المشاعر رح يؤدي انه هي بس رح تغيب شوي عن الساحه بس مجرد تظهر اي مثير او حدث رح تظهر المشاعر بشكل اقوى بشكل اعنف من لما كان لازم تظهر بمكانها الحقيقي. يعني ثاني قدرة هي الكبت والقمع والهروب. في ناس كثير اليوم تهرب من مشاعرها ما فيها تواجهها دائما شغلة حالة بقصص معينة روحات جيات رفقات إدمانات معينة عادات سلبية كثير مضرة هي بس لحتى ما تواجه هي المشاعر. وهي المشاعر كل ما انكبتت كل ما كانت لما رح تطلع وتعبر عن حالها رح تكون تعمل كارثة حقيقية. لأنه أنت رح تأذي حالك ورح تأذي الطرف الآخر يعني ورح أدي أنه كثير يصير عندي مشاكل بالعلاقات وفقدان التواصل مع نفسي ومع الآخرين. يعني لازم هون انا امتلك التنظيم الذاتي. التنظيم الذاتي هو يعني اليوم نحن صرنا بحاجه نمتلك فن هو فن الذكاء العاطفي. لانه الذكاء العاطفي هو بيمكنك بيعطيك قدرات ومهارات تعلمك كيف تكوني واعيه لمشاعرك كيف تقدري ترصدي مشاعرك كيف يعني البوابه لضبط النفسيه. يعني فينا نقول البوابه لضبط المشاعر هو الذكاء العاطفي. هو الذكاء العاطفي هو اول مفتاح لانه هو اللي بيتعامل مع مشاعرك انت وهو بيتضمن هو قدرات ومهارات بتساعدك كيف تتعاملي مع مشاعرك كيف تقدري تسمي الشعور تحدديه كيف تنتقلي للقدره الثانيه انت كيف تنظمي هذا الشعور. يعني انت امتى في اماكن مثلا انت اوكي ممكن تنزعجي بس انه مو يعني ما فيك بهذا الوقت تعبري عن هذا الشعور. فيمكن تاخذي ستوب مع حالك تهدي اوكي تظبطي افكارك تنظمي مشاعرك وتروحي تعبري عن سلوك حازم. مثلا انت ممكن تكوني مثلا بشغلك فالمدير مثلا حكاكي بطريقه زعجتك هي من جوا كثير يعني استفزيتك فينا نقول فانت ما فيك تيجي تقولي له فورا انت مثلا عندك حلقه وبدك تكملي مهامك تكملي مسؤوليتك تهدى مشاعرك هون شوي بعدين تلجئي لسلوك حازم انه انت مثلا حكيت معي بهذا الموقف يا ريت مره ثانيه ما تحكي معي اتركي الشغل تمام عرفتي اتركي الشغل لا هو اكيد رح يتفهم مشاعرك بس اهم شيء انا اكون فهماني مشاعري وعارف اعبر عنها وتوصل للاخرين صح صحيح تمام. يعني يمكن اكثر حدا بحاجه انه نحن نكون متوازنين ونعطي المشاعر هو اهل بيتنا. اليوم نحن مقصرين كثير تجاههم ممكن نساير اي حدا بالمحيط بالشغل بالجيران ولكن نبعد عن بيتنا نبعد عن اولادنا صح. كيف فينا اليوم نرجع هيك نعمل توازن كيف فينا نكب همومنا بسبب اكيد الضغوط والوضع الاقتصادي اللي كثير صعب اللي هو صار عبء كثير كبير على الام وعلى الاب ايضا. يعني ما عم يلحقوا بالاخير دائما ستريس في حاله من التعصيب داخل المنزل صح. خلينا نحكي اليوم كيف فينا هيك نكب كل شيء برا بس على القليل نعطيهم شويه حنان لاطفالنا تماما. مثل ما نحن عم نشهد اليوم يعني احداث وظروف هي عم تصير الضغوط عنا وعم نشعر بحالات نفسيه كثير منخفضه ودائما موترين دائما معصبين دائما متضايقين ما بدنا حدا يحكي معنا. وليش نحن لما بنروح على البيت بتكتر هي الدائره لانه نحن البيت هو المكان اللي بنرتاح فيه. يعني انا بقول يلا ممكن امي تتحملني اخي بيتحملني اما بالشغل ما في حدا رح يتحملني فهنيك نحن بنظهر على حقيقتنا وراحتنا. فانا لازم هون مثلا خلال هي الضغوطات اللي عم تعرض لها بالنهار وعم مر بيوم عصيب يمكن بالعمل عم تعرض لمثيرات واحداث خارجيه يمكن بالشارع حدا حكي كلمه حدا صار موقف فانا لازم اخلق هون لحالي كون واعي ومتوازن انه يكون عندي حلقه اسمها حلقه متنفسات عاطفيه. بهي المتنفسات العاطفيه انا بقدر اني فرغ هي المشاعر السلبيه اللي تراكمت او اللي مثلا كانت نتيجه يوم انا مريت فيه وهي بتختلف من حدا لحدا. يعني ممكن في اشخاص مثلا نحن في عنا استراتيجيات للتعامل مع المشاعر مثلا مشاعر الغضب هي يعني اكثر مشاعر بيحكوا عنها الناس وبيقولوا انه هي مشاعر سيئه هي لا اكيد هي مشاعر ايجابيه انه بتحفز للانجاز للحركه. والمشاعر هي جزء من تكويننا البشري انا طبيعي احزن طبيعي اغضب طبيعي اني اتوتر. وبيقول ستيفن هين انه انت ما فيك يعني ما فيك تعرف امتى رح تحزن او تخاف او تقلق صحيح. بس فيك تقرر شو بدك تشتغل مع هي العاطفه لما بتجيك اول شيء انك تسميها يعني حسب الشخص وتحددها. يعني انا عم اقول حلقات اللي تتنفس هي العواطف ما تتراكم مثل ما قلتي احيانا هي ردات فعل يمكن موقف ما انه مستاهل فجر مثل ما قلنا تماما طبيعي الشخص كارثه او فينا نقول حتى الناس بالمحيط صايره انفعاليه بسبب الضغوطات يعني احيانا بصير مشاكل وردات فعل ما انا محرزه صح. كيف فينا نعطي بعض الاسس لان يعني كثير حلو الحكي بس تنفيذه على ارض الواقع يعني اي حدا هلا بسمعنا بيقول
اوكي انه يلا كله حكي كله حكي كيف بدنا نطبقه لما نقول انا كيف بدي اتعامل لحتى ما تتراكم عندي خصوصا مثل ما قلتي نحن ربيانين بعادات وتقاليد مثلا حتى ردات الفعل لازم نضبطها اساسا طريقه ضبطها هن تعلمونا غلط للكبت والصحة صحيح وتراكمات تراكمات صح. كيف فيني اعطي قصص يعني في ناس بتقول لك مثلا انت معصبه روحي اركدي يعني روحي صرخي روحي ما بالضروره مثلا الامهات تلاقيهم من ضغوطات الحياه والشغل عم يفرغوا باولاد يعني طريقه التفريغ السليمه وقصص لكل حدا عم يتابعنا نحن بنقول 21 يوم هي لتغير مبدئيا كل عادة أو الخطوة صح. الأساسية لتغيير شو هي الأسس اللي فينا نشتغل من هون لعشرين يوم عليها تماماً هلأ مثل ما قلنا أنه هي بترجع لكل شخص يعني هذا الشخص قديش عنده رغبة عن جد بأنه هو يتغير ويخلق هاي المتنفسات العاطفية بحياته قدر ما رح يكون هو عنده الإرادة والالتزام أنه يسابر لأنه هي الناس بتدخل بالمماطل والتسويف دغري يعني ممكن أول يوم أوكي يلا بقعد بتنفس بطلع بمشي شوي بنفس هي المشاعر السلبية فرغة هي في كتير طرق لا تفرغ المشاعر السلبية في كتابة في إنك تحكي مع حدا شخص توثقي فيه من باب الفضفضة فقط وليس من باب انه انا بس بدي اشكي بدي اشكي بدي اشكي لا في انه الرياضة التأمل الجري كل حدا له يعني طقس خاص فيه بس هذا الطقس لازم هو يكون واعي مدرك اني انا رح اعمل هذا الشيء كرمال فرغ المشاعر السلبية مو انا يلا بس بطلع بمشي لا انا عندي نية ان انا لما بدي امشي بدي فرغ مشاعري السلبية وبدي يكون عم راقب جسمي شو عم بيصير فيه تنفسي هل المشاعر خفت حدتها ولا انا طلعت لا صرت اعلق مع الناس بالشارع بدي يكون واعي كتير منيح وحط نية انه انا هذا الفعل اللي عم قوم فيه هو بنية تفريغ المشاعر السلبية فهذا الشيء يعني بيرجع لطبيعة كل شخص لانه اللي بيناسبني ما بيناسب غيري نعم يعني حلا اليوم عطينا الناس هيك شوية توضيحات لحتى يكون أكثر توازن إن شاء الله هيك نكون كلنا استفدنا بدنا نشكرك كثير على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياهم أهلا وسهلا شكرا كثير لكم أكيد بدنا نشكرك حلا الشيخ مدربة تنمية ذات على وجودك معنا ومثل ما قلنا يمكن بعض الأسس فينا نحاول نغيرها بطريقة تعاملنا مع عواطفنا لحتى ما هيك نكبتها بشكل كتير كبير وتؤدي لتأثيرات سلبية على حياتنا نشكرك أكيد شكرا كتير على وجودك معنا.